المحور الأول منزلة العشرات على المعداد. نبدأ تمثيل الأرقام في منزلة العشرات على المعداد من الأرقام العشرية. ننتقل إلى العمود الثاني، عمود العشرات، ونبدأ بتمثيل الأرقام. 10 20 30 40 50 50 مع 10 60 50 مع 20 70 50 مع 30 80 50 مع 40 90 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 0 90 0 يلا 11 صفي عدادك 12 صفي عدادك 13 14 15 16 لا 6 اول شيء 10 يلا صفي عدادك 17 18 19